كولومبو العاصمة، عاصمة سريلانكا. المظاهرات مستمرة، نشوف واحد يقولنا ممنوع بضل أصور. طبعا أنت كأجنبي دائما لما تشوف مواقع زي هاي أو مظاهرات لا تشارككم، لا تعمل معهم إذا كنت في أعمال شغب، لا تكون معهم، لأنه أنت كأجنبي تهمتك جاهزة. يعني هم مواطنين حقهم يطالبوا، أنت اسمك أجنبي. أبو الله يرحمهم اللي حكينا عنهم توفوا أثناء مطالبتهم. كعادة الدول القمعية تم قتلهم على ما يبدو بطريقة أو بأخرى. العلم بالشيء ولا تجهل به، حبيت أجي على الموقع وما بتعرف بأي لحظة بصير في تصريح، فمن المستحسن أنه تتحاشى هاي المواقع قدر الإمكان. اللي فهمته أنه البلد خشت في ريسيشن، يعني كساد، العملة انخفضت للنصف ورفعوا سعر المحروقات الضعف، ويوضع اللوم وخراب الدنيا على الرئيس لأنه معين إخوته وأبناء عمومته في المناصب الحساسة ونازلين نهب. وبعد أزمة كورونا والمواسم السياحية الفاشلة اللي مرت على البلد هاي، استصاعدت المطالب والناس شوفت عينك بالطالب برحيله، وهو ملزق بيقول ضلي سنتين مش رايح إلا خلص السنتين. طبعا انا كاجنبي بفضل انه ما اكونش موجود هون. الخيام مجهزه باسعافات وطوارئ وللمبيت مش حالين يعني على المبنى. هاي المبنى امامي، مبنى البرلمان، معبينه بالاشارات، بدهم حقوقهم وبدهم اموالهم المنهوبه، يعني بجوز يحققوا مطلبهم ان شاء الله. و شباب مثل الورد مخيمين يعني مش مروحين، وهذا مستمر. يعني هذول بيعملوا وصله بيستلم جزء اخر وصله ثانيه، بيجي شباب ثانيين يعني بالدوريه، كل واحد بيعبر عن رايه وبيقول الكلام اللي حابب يقوله. طبعا قلنا مبنى البرلمان، وهي بقيه مواقع التظاهر كلها خيم، طبعا جايبين خيمهم وقاعدين وعاملين مناظر مختلفة. طبعا عاملين بورتريهات للسياسيين الفسدة ومطالبات قائمة ومستمرة، بناموا هون خوفا من هدم خيامهم أو إزالة مظاهر التظاهر تبعتهم. يعني هم نفسهم صاروا يعملوا مصالح لبيع الطعام والشراب. طبعا هم المظاهرين بنبسطوا أني أصور كأجنبي لأنه بهمهم صوتهم يصل للعالم، لكن الأمن ممكن بأي لحظة يجي يقول لي شو بتساوي هون، شو أهدافك من هذا العمل. هاي مطالبات مكتوبة هون للمهتم أكثر يعرف، اقرأني كويس بتعرفن. ألو بنتك Corruption. How many months are you here? How long? Time. How long? No English? ما بصير تقعد هون، ممنوع تجلس، لأنه هاي لها رمزية سياسية ودينية على ما أعتقد. فيه لها رمزية دينية، ما تأكدتش من الموضوع، ولكن هذا هو موجود في العلم السريلانكي، هذا الأسد المسلح يرمز لسريلانكا. طبعا محاط برموز كثير بتخص الدولة، منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي، وفي الأعلى علم سريلانكا. هاي ثمرة الدوريا، بيقولوا فيها فيتامينات كثير. ايوه how much؟ ها؟ how much؟ 1100 the piece؟ yeah. هاي حقها دينارين وعشرين قرش. اذبح اذبح دينارين وعشرين قرش، مش خسارة. نشوف شو هي. this one افتخذها بالطريقة هاي زي القشطة، سايحة كثير يعني مبروك. طعمتها غريب، مش عارف بس دقيق لها. طيب البلاد جميلة جدا، فكنت
يعني واحد بيصيب فضول قديش حق الأرض، فهذا الرقم راح أحكي معه نشوف شو قصة الأرض. مزارع الأرز. This is my land. How much area? This how much will be? This green area. One minute. Come with me. If I want to buy this green area, the green, the rice, how much? This place. Yeah. Ah, this place. Maximum of $500-$600. So this place, these two younger leaves and the tea bag, best tea leaf. Mm-hmm. Okay. Below best means only these two younger leaves without the bark. Third one poor. Poor means the damaged tea leaves. Mm-hmm. Okay. So from this one we make cheap tea or else tea dust. Uh-huh. From this part we produce the number one qualities of tea. Mm-hmm. Okay. So we collect all the best and below best tea leaves and we spread them in this machine. 1200 kilos. كل خط يأخذ طن و 200 كيلو. طبعا لما تقول ورق شاي طن و 200. الشحن خلص فصور في التليفون. أنا هاي أنواع الشاي من هناك ببلش الأبيض والذهبي والأخضر والخفيف، ووصولا إلى هذا الشاي. هذا الشاي أشبه بالقهوة، ثقيل جدا. والشاي اللي بنشربه إحنا تقريبا هو هذا النوع وهذا النوع، بس غالبا من هذا النوع. بفرجيك طبعا من أي شاي عمله، كيف بتحب يكون شكله، إذا بدك تشتري، إذا بدك تعمل مثلا، حتى لو بدك تعمل خط إنتاج إلك مخصوص، عندهم القدرة يزودوك بنوعية الشاي المناسبة لك، بالاسم اللي بدك إياه، بالباكيت اللي بدك إياه، بأي ظرف أو أي تفاصيل، كله وارد في هذا المصنع. هيك يرموا لك العينة بتذوقه، وكلها أنواع جميلة. أنا عجبني صراحة اللي هو المعتاد عندنا عابة والذهبي، لطيف جدا الشاي الذهبي، لطيف جدا.